احنا كنحتفلوا ب اليوم كنحتفلوا بخروج ديال رقم مليون ديال السياره ديال داسيا مصنوعه في شركه سوماكا في الدار البيضاء، مصنع ديال مجموعه رونو ابتداء من 2005، يعني من السنه اللي خدات فيها مجموعه رونو لو كونترول ديال سوماكا نتجنا مليون سياره، وهذا مفخر علينا وكيدل بانه على الاستثمارات اللي قامت بهم مجموعه رونو لا في الجانب الصناعي من ناحيه لوتي اندستريال ولا في الجانب العنصر البشري بتطوير الكفاءات باش نواكبوا التكنولوجيا الجديده. وانتم شفتوا الاستثمارات اللي درناهم في لاتوغي باغ اكزومبل من ناحيه الروبو الزوتوماتيزم لاندستري 4.0، فحنا جد فخورين لانه هذا اليوم مهم جدا، ومصنع ديال سوماكا هو مفخر للمغرب كامل ماشي غير مجموعه رونو، و سي ان بيان كوليكتيف ماروكا، والحمد لله هذا المصنع راه وصل لواحد المستوى من الانتاجيه والجوده. نعطيكم مثال انه الثلثين ديال الانتاج ديالو كيتصدر لحوالي 34 دوله على صعيد العالم في اوروبا في افريقيا في الشرق الاوسط، والمنظومه الصناعيه ديال رونو راه كتواكب المصانع ديالنا بجوج مع السلطات المحليه والشركاء ديالنا لا بوبليك ولا الخاص باش ان شاء الله نزيدوا بهذا القطاع اللي ولا قطاع استراتيجي في المغرب، وحنا ان شاء الله كان عندنا واحد الدور رائد فيه كمجموعه رونو، وغنحاولوا ان شاء الله باش في المستقبل يبقى هذا لو ليدرشيب ديالنا ان شاء الله على المستوى الوطني.